مع اقتراب عيد الأضحى شرعت وزارة التجارة في تركيز عدد من نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة وأصحاب المهن. وتم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد للخروف في حدود 11 دينار للأضحية اللي وزنها أكثر من 40 كيلوغرام، و11500 للأضحية الأقل من 40 كيلوغرام. آلة الوزن وقعت المصادقة متاعها من طرف مصالح وزارة التجارة في الأسبوع الماضي، وليه تراجع متاعها وقع وأمورها قانونية، هذه من ناحية آلة الوزن. وثم الإشهار متاع الأسعار موجود في كل بلاصة، عليه المواطن يختار الوزن اللي يتماشى مع المقدر الشرائي نتاعو. يحب يشري على 40 كيلو يشري، يحب يشري على 60 كيلو موجود، 30 كيلو موجود. في سوق الجملة بالقيروان تم تركيز نقطة بيع، وهي عبارة على نقطة لتجميع وانتصاب وحيدة لمربي وباعة المواشي. وحرصا على سلامة القطيعة، تكثف المصالح البيطرية من مراقبة أسواق ونقاط بيع الأضاحي عبر تركيز دوريات مراقبة للدواب، على غرار ما تقوم به المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة، خاصة أن هالولاية توفر قرابة 50,000 رأس خروف و20,000 رأس ماعز. هذا وتأكد وزارة التجارة على أن الكميات المتوفرة من الخروف المحلي لعيد الأضحى تغطي حاجيات السوق، ولن يقع اللجوء إلى التوريد.